رحلة مع العقل. من أجمل ما قيل في العقل: العقل هو الوقوف عند مقادير الأشياء قولا وفعلا. وقيل هو النظر في العواقب، وقال المتكلمون هو اسم لعلوم إذا حصلت للإنسان صح تكليفه. وقد قيل: العاقل من له رقيب على جميع شهواته، ومن عقل نفسه عن المحارم. ولذلك لم يصح وصف الله تعالى به. والحمق قلة الإصابة ووضع الكلام في غير موضعه. وقيل هو فقدان ما يحمد من العاقل. وقد مدح العقل وذم الحمق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب ابن آدم أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى. وقد قيل: الحمق يسلب السلامة ويورث الندامة، والعقل وزير رشيد وظهير سعيد، من أطاعه أنجاه، ومن عصاه أرداه. ولو صور العقل لأضاء معه الليل، ولو صور الحمق لأظلم معه النهار. وقد قال المتنبي: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. ولا شك أن الفضائل تحتاج إلى العقل، فالعقل بلا أدب فقر، والأدب بغير عقل هلاك وحتف. كما أن بلوغ شرف المنزلة بغير عقل إشراف على الهلكة. وقد ذم من له أدب بلا عقل، فيروى أن أعرابيا وصف رجلا فقال: هو ذو أدب وافر وعقل نافر. فازدياد الأدب عند الأحمق كازدياد الماء العذب في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. وعاقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح. كما أن العقل والأدب كالروح والجسد، فالجسد بغير روح صورة، والروح بغير جسد ريح. وقيل: العقل بغير أدب كأرض طيبة خريبة. فالعقل يحتاج إلى مادة الحكمة، كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الطعام. وقد يضيع العقل بفقد التقوى، فقد قيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن إنسان عبادة قال: كيف عقله؟ فإن قالوا: عاقل، قال: ما أخلقه أن يبلغ. وإن قالوا: ليس بعاقل، قال: ما أخلقه ألا يبلغ. وقال الحسين رضي الله عنه: ثلاثة تذهب ضياعا: دين بلا عقل، ومال بلا بذل، وعشق بلا وصال. وقيل: لا تعتدوا بعبادة من ليس له عقدة من عقل. والأفضل أن يجتمع العقل والتقوى. قال معاوية لرجل حكيم مسن: أي شيء أحسن؟ فقال: عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة. وكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه كلما كثر كان أغلى، ولو بيع لم اشتراه إلا العاقل لمعرفته بفضله. فأول شرف العقل أنه لا يشترى بالمال. وقيل لحكيم: عد لنا المجانين. فقال: هذا يطول، ولكني أعد العقلاء. ومثله وإن لم يكن من بابه أن رجلا كتب كتابا وعرضه على آخر فقال فيه خطأ كثير، فقال الكاتب: علم على الخطأ لأصلحه. فقال: بل أعلم على الصواب فهو أسهل. وقال الزهري: إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل، أي صاحب العاقل، واعلم أن عدوك ذا العقل أبقى عليك وأرعى من الأحمق. والعاقل بخشونة العيش مع العقلاء أسر منه بلين العيش مع السفهاء، كما أن قطيعة الجاهل تعدل صحبة العاقل. قال لقمان الحكيم: لا تعاشر الأحمق وإن كان ذا جمال، وانظر إلى السيف ما أحسن منظره. وقال الجاحظ: لا تجالس الحمقى
فإنه يعلق بك من مجالستهم من الفساد ما لا يعلق بك من مجالسة العقلاء دهرا من الصلاح، فإن الفساد أشد التحاما بالطباع، وقد قيل العاقل يضل عقله بمصاحبة الجاهل وليس أصعب من مداوات أحمق. وقال الحجاج: أنا للعاقل المدبر أرجى مني للجاهل المقبل، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها.